المزيد من المتابعة من تونس تنضم إلينا مراسلة الغد نجلاء بوخريس. إذا نجلاء، طبيعة الأجندة واللقاءات التي يفترض أن تكون بين الرئيس التونسي وكذلك رئيس الحكومة مع رئيس الوزراء الإيطالية. نعم، هذه الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الإيطالي كونتي هي الأولى من نوعها لأول بلد مغاربي بعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة في مايو المنقضي. هذه الزيارة لديها عديد الأبعاد الاقتصادية والأمنية المشتركة بين البلدين. في أجندة هذه الزيارة واللقاء الذي سيجريه رئيس الوزراء الإيطالي مع رئيسي الحكومة والجمهورية، سيتناول اللقاء أهم الملفات التي تمثل الحالة من الاحتقان الاجتماعي، وهو ملف الهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية، باعتبار أن آلاف التونسيين هاجروا بطرق سرية بعد ثورة يناير عام 2011، ويقبع الآلاف منهم في السجون والمعتقلات ومراكز اللجوء في إيطاليا وتحديدا في منطقة يعني لامبادوزا الإيطالية. هذا الملف سيكون من أولويات هذا اللقاء. كذلك على صعيد آخر، يعني توطيد العلاقات الاقتصادية، باعتبار أن إيطاليا هي ثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي، وما تمثله هذه العلاقات اليوم بين تونس وأوروبا وإيطاليا عفوا من أهمية بالغة على مستوى التصدير والتوريد الاقتصادي. لكن يبقى الملف الليبي هو أهم ملف يطرح خلال هذه الزيارة إقليميا ودوليا، باعتبار أن إيطاليا تحضر لعقد مؤتمر باليرمو يوم 12 و 13 من تشرين الثاني نوفمبر هذا الشهر، وأهمية هذا المؤتمر بالنسبة لإيطاليا، وتحاول طبعا استمالة الموقف التونسي والجزائري ليكون متماشي تماما مع الرؤية الإيطالية للحل السياسي أو العسكري في ليبيا. إيطاليا تصرح من خلال هذه الزيارة أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا يكاد يكون أمر مستبعد جدا ومستحيل مع نهاية هذا العام، في ظل حالة الاقتتال والنزاع والأسلحة وحالة يعني العشائرية المسيطرة على الأراضي الليبية هناك. بحسب بعض التصريحات وأيضا ما نرصده اليوم على الميدان وأراء المحللين السياسيين، يعتبرون أن الجزائر هي الأقرب في الموقف بخصوص الحل العسكري في ليبيا إلى إيطاليا منها إلى تونس. لا نتذكر يعني زيارة وزير الخارجية الفرنسي لودريان قبل أيام إلى تونس، وهذه الزيارة كانت حول إقناع تونس بالتماشي مع الموقف الفرنسي وقمة باريس الأخيرة والمتعلقة بإجراء الانتخابات. إذن الملف الليبي هو اللعبة السياسية، نجلاء، سنكون وتكاد تكون الرهان في دول المغرب العربي. نعم، سنكون خلال الساعات القادمة معك بالتأكيد في حال وجود مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد وكذلك مسؤول تونسي هناك. شكرا جزيلا نجلاء بوخريس.